السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير. وأخيرا وصلت تويوتا لاند كروزر بيك أب شاص موديل 2024 فيس ليفت جميل كما تلاحظون. هذا موديل 24 وارد البريمي، طبعا أصبح بجير أوتوماتيكي ولا يوجد أي فئة بجير عادي. وشاشة العدادات هي شاشة عدادات أول تويوتا لاند كروزر بيك أب شاص، هذه الواجهة الأمامية، وهذا الشكل لاند كروزر جيب أربع أبواب رفارف، وهذا جيب ربع رفرف أيضا، شكل وتصميم جميل جدا. وهذا أيضا موديل 2024 أربع أبواب. لا تنسوا متابعينا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.